بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المجلس نكمل إن شاء الله ما بدأنا في الآية التي جاءت في سورة الأنفال، وقد كان لها سبب متعلق بغزوة بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا المعنى العظيم احتجنا مجالس عديدة من أجل أن نتأمل في هذه الآية وفي جزء من الآية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بالأمس تكلمنا عن ذكر الله، وتكلمنا عن أنواع الذكر، أن هناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر عملي. لكن جاءني سؤال، ما زال هناك إشكال عند البعض. البعض أشكل عليهم هذا الأمر عندما قلنا بأن قراءة القرآن لا يصلح أن تكون بالقلب. بعض الناس إذا قرأ القرآن وتلا القرآن لا يحرك شفتيه بالقراءة. فقلنا إذا لم يحرك شفتيه لا تسمى هذه قراءة، ولا يؤجر عليها الأجر الذي ترتب بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة. إذا قرأ القرآن بقلبه، مجرد قراءة القلب، فهذا يسمى تأمل. أما إذا حرك به لسانه فهذا يسمى قراءة وتلاوة. كذلك لو كان في صلاته وصلى ولكن لم يحرك لسانه بالفاتحة فإنه لا يعد قارئا للفاتحة، فصلاته في هذه الحالة لا تصح، لأنه لا بد من تحريك اللسان بالقراءة لتسمى قراءة. السؤال جاء بهذه الصيغة، يقول أردت أن توضح لنا كيف نجمع بين قولكم أن الذكر وقراءة القرآن بالقلب لا يترتب عليها أجر. أنا لم أقل ذلك. أولا أنا لم أقل بأن قراءة القرآن بالقلب لا يترتب عليها أجر. هناك شيء ذكرناه هو متعلق بالتأمل والتدبر، التأمل والتدبر والتفكر في آيات الله، هذه يؤجر عليها المسلم، لكن لا يعد قارئا ولا تاليا للقرآن، وسوف أبين ذلك. نكمل سؤال السائل، يقول أردت أن توضح لنا كيف نجمع بين قولكم أن الذكر وقراءة القرآن بالقلب لا يترتب عليها أجر، وبين قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك، وجاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لا يوجد أي تعارض، وقد ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بالأمس، وبينا أولا ما يتعلق بأنواع الذكر، وأن المسلم يذكر الله بأسمائه وصفاته ومعاني هذه الصفات، وهذا نوع من الذكر، ومنها ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو الذكر عند النهي وعند الحلال والحرام، عند الحلال والحرام. إذا خشيت أن تقع في معصية تذكرت الله، هذا نوع من الذكر. إذا أمرك الله بأمر، جاء وقت الصلاة تذكرت الله أنه أمرك بماذا؟ بهذه العبادة، فهذا نوع من الذكر، هذا نوع من الذكر. كذلك ذكر الآلاء والنعم التي أنعم الله بها على عباده،
وذكر أيضا رحمه الله أن هناك الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، يتواطأ القلب مع اللسان، هذا نوع من الذكر. ولذلك الذكر الذي أثناء تلاوة القرآن أفضله أن يتواطأ القلب مع اللسان، أفضله أن يتواطأ القلب مع اللسان. كيف؟ يتدبر الآيات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التلاوة، مجرد التلاوة لابد أن يحرك بها لسانه، فلو قام بالنظر في القرآن في المصحف أو المصحف، إذا نظر فيه، كلاهما لغتان المصحف والمصحف، يجوز أن تقول مصحف ومصحف، ولكن الأفضل أن تقول المصحف وهي اللغة الأثبت في ذلك. فإذا نظرت في المصحف نظراً وأخذت تقرأ الآيات في نفسك وتتدبر هذه الآيات، فلا يسمى هذا قراءة، إنما هذا نوع من التدبر والتفكر في هذه الآيات، فأنت تؤجر على هذا التدبر، ولكن لا تسمى تالياً للقرآن ولا قارئاً للقرآن. واضح؟ هذا أمر، وهذا ما ذكر ابن القيم عندما يتواطأ القلب واللسان وهو أعلاها. ثم قال: وذكره بالقلب وحده كما ذكرت لكم، وهي الدرجة الثانية. الثالثة: ذكره باللسان المجرد. وقلنا لكم بالأمس أنه إذا قرأ القرآن بلسانه ورفع به صوته وأسمع به نفسه، ولكن لم يتدبر، مثل أن يقرأ سورة البقرة فبدأ من أول البقرة ولم يعلم بنفسه إلا وقد أنهى البقرة ولم يتدبر آية من آيات سورة البقرة، هل يؤجر على هذه القراءة أم لا؟ نقول يؤجر لقراءته بلسانه وتحريك لسانه بالقراءة وبالتلاوة، لكن فقد أجر ماذا؟ التدبر، فقد أجر التدبر، فيسمى تاليا وقارئا للقرآن، وله بكل حرف حسنة ويكتب له الأجر، لكنه فقد أجر التدبر، وهو المطلوب، المطلوب والأصل هو التدبر فيما يتعلق بتلاوة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن يسأل سائل يقول: هل يشترط في قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان؟ كذلك الأذكار، نحن نقول أذكار الصباح والمساء، وكثير منا يحفظ أذكار الصباح والمساء ولكنه يقولها ولا يتدبر في هذه الأذكار، والمقصود أنه عليه أن يتدبر ويفهم معنى هذه الأذكار، لكن البعض يقول هذه الأذكار ولكنه يقولها بسرعة، أيضا نفس الطريقة يقول هذه الأذكار ولا يعلم إلا أنه قد أنهاها كاملة، يقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما فيها من الفضل، يقولها 100 مرة ولكن لا يتدبرها، هل يؤجر على ذلك؟ ومن قال أيضا الأذكار الصباح والمساء، هل يحصل له التحسين بقولها بمجرد قولها ولم يتدبرها؟ نقول بأنه يحصل التحسين بذلك، ولكنه أيضا فقد ما يتعلق بالتدبر. إذن نقول أولا ونوضح هذه المسألة، ولو وقفنا قليلا عند هذه المسألة لأنها مسألة مهمة وتهم الجميع، وخاصة من يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، وكذلك من يقول أذكار الصباح والمساء، فيحتاج إلى مثل هذه المسائل. أولا: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولذلك كل عمل يعمله الإنسان يتقرب به إلى الله فهو نوع من الذكر، مثل هذا المجلس هو مجلس ذكر، يؤجر كل واحد قد جلس في هذا المجلس ولو لم يستمع
ولو لم يستمع، إنما أراد البركة، ولو لم يستمع إلى الذكر، ولو لم يستمع إلى الذكر. هم القوم لا يشقى بهم الجليس، يعني هو جليس وهو يدخل في الأجر لمن جلس في مثل هذه المجالس. المقصود أن الذكر أنواع، هو باللسان وبالقلب، ولذلك جميع هذه الأعمال والأمور العقدية التي بالقلب يعتقدها المسلم، عندما يرى شخص مثلا يرتكب أمرا محرما وهذا الأمر يتعلق بأمر العقيدة، هذا نوع من الذكر. عندما يجد شخص يرتكب أيضا أمرا محرما أيا كان، سواء بكلامه مثل أن يغتاب بالغيبة والنميمة، فيتذكر أن هذا الأمر محرم، هذا نوع من الذكر، يؤجر عليه إذا أنكره بقلبه. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنكار يكون حتى بالقلب، إذا أنكرت بقلبك فأنت تؤجر، فهذا نوع من الذكر. مجرد أنك تنكر على شخص أيا كان هذا الأمر، إذا كان أمرا محرما أو بدعيا أو أشرك بالله، إذا أنكرت عليه بقلبك فأنت تؤجر على هذا الإنكار، فهذا نوع أيضا من الذكر. فكل أمر تتقرب به إلى الله فهو أيضا يدخل في هذا الذكر. فذكرنا النوع هو ما يتعلق بأمور العقيدة، وكذلك ما يتعلق بالأمر أيضا القلبي، وكذلك أيضا العبادات البدنية. العبادات البدنية أيضا تدخل في هذا الأمر، مثل الصلاة والعبادة والركوع والسجود وغيرها من العبادات، الطواف، السعي، كل هذه عبادات بدنية يؤجر عليها المسلم. إذن قلنا أن الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما ذكر السائل: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هناك أعمال قلبية، ولذلك جاء في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وأيضا جاء في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن هذا فيه دلالة على أن هناك أعمال قلبية، أعمال قلبية، ومثل هذه الأعمال التي ذكرنا هو التفكر في آيات الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن هذا نوع من التفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا نوع من التفكر، تتفكر في السحاب، تتفكر في خلق الله، تتفكر في هذا الماء الذي ينزل من السماء، تتفكر إذا نزل هذا الماء وأنبت العشب، كل هذه تفكر وهي أعمال قلبية. كذلك المحبة، محبة الله، وهذا ينطبق على الآية التي نحن في صددها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا نوع من المحبة، الوجل هنا نوع من الخوف والمحبة تجتمع عند المسلم عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمحبة هي نوع أيضا من العبادة، تحب كل عمل يعمله المسلم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأعمال هي أيضا تتعلق بالمحبة. أيضا تجد نفسك معلق بماذا؟ بالصلاة، تنتظر الصلاة إلى الصلاة، قلبك معلق بهذه العبادة، هذا أيضا نوع من العبادة أو العبادة القلبية. أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى، مثال ذلك نحن في هذا البيت، هو بيت من بيوت الله، أليس كذلك؟ فتعظيم هذا البيت وتعظيم هذا المكان أيضا هو من العبادة القلبية. ليس من تعظيم هذا البيت من
يتكلم في هذا المسجد بكلام بذيء. ليس من تعظيم الله من يشغل تلك المقاطع التي لا يصلح أن تعرض في هذا البيت، فهذا ليس من تعظيم هذا البيت، وليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من العبادة، أنت في هذا المسجد وأنت جالس، مجرد الجلوس في هذا البيت وفي هذا المسجد هو نوع من العبادة. تتفكر في هذا المكان، مجرد أن تتفكر وأنت جالس وأنت ساكت، هذا نوع من تعظيم لهذا البيت وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فتؤجر على ذلك. لكن أن تنشغل بجوالك، أن تنشغل بجوالك إما بمحادثات أو بالنظر إلى مقاطع أو غيرها من المقاطع التي لا فائدة منها، هذا لا يعد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا الإنابة والخوف منه سبحانه وتعالى، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هنا نوع أيضا، أن يكون عندك أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي حتى في هذا البيت، هل هؤلاء عندهم أو عندهم الخشية لله سبحانه وتعالى؟ نقول الخشية قد فقدوها بمجرد أنهم لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كذلك من الأعمال القلبية التوكل على الله، التوكل والإنابة، كل هذه من الأعمال القلبية. كذلك من أهم الأعمال القلبية ما يحصل من بعض الناس، من يتقلد القلائد، يظن أن هذه القلائد تنفع وتضر. فبعضهم يلبس تلك الحروز، وهي حروز يضعها، يظن أن هذه الحروز تنفعه وتضره، وأنها تمنع الشر عنه. وإذا نسيها في بيته وخرج يقول الآن أصاب بمصيبة. هذا نوع من الاعتقاد القلبي، وهو من العمل القلبي. فلا شك أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد فاسد، وهذا لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود لما دخل على زوجته ورآها قد تقلدت قلادة، فقال سألها، فظن أنها لبست هذه أنه من الواهنة أو أنها تعتقد بها، فقطعها رضي الله عنها. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالوا له إننا نعلم الرقى والتمائم لكن لا نعرف ما هي التولة. قال التولة هي أمور تعملها النساء من أجل أن تتحبب إلى زوجها، وهو نوع من السحر، وهو نوع من العطف يعمله الساحر من أجل أن يحب الرجل زوجته، وهو نوع من أنواع السحر. فحذر رضي الله عنه من هذه الأعمال القلبية التي يعتقد بها الناس. يقولون الرقى، والرقى المقصود به أنها الرقى غير الشرعية، وكذلك التمائم هي التي يضعها البعض ويظن أنها تحمي الطفل، أو أيضا يضعها البعض، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضعونها على البهائم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل من يقوم بقطعها. فهذا الأمر هو متعلق بماذا؟ بالعبادة القلبية، فهو الاعتقاد القلبي، فإنه يظن أن هذا ينفع ويضر. كذلك من الاعتقادات القلبية ما يتعلق أيضا بالخوف من الجن، الخوف من الجن، يظن أن الجن ينفعون ويضرون، فهذا أيضا نوع من الاعتقاد. فأيضا بعضهم يصل به الأمر إلى الخوف منهم وإلى الوجل منهم، وهذا أيضا نوع من الخوف لغير الله سبحانه وتعالى، فالجن لا ينفعون ولا يضرون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لذلك يجب على المسلم أن يتعوذ من شياطين الجن والإنس، فيصرف الله عنه أذاهم. المقصود أن هذه الأعمال هي أعمال قلبية، فالبعض يعتقد بمثل هذه الأمور. ربما يكون هناك أيضا ما يسمى باللبس أو التلبس بالجن والمس، وهذه أيضا يحصل أيضا لمن لا يذكر الله سبحانه وتعالى
وأيضا هناك أيضا بعض المنازل تكون منازل للجن، فيأتي الشخص فيتعدى عليهم فيؤذونه. ولذلك على المسلم أن يحرص على أذكار الصباح والمساء، فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه شرهم إذا حافظ على الأذكار. ولذلك إذا دخل المسلم إلى بيته فذكر الله فيقول الشيطان لا مبيت لكم، يقول للشياطين من أتباع الشيطان يقولون لا مبيت لكم في هذا البيت، لأنه عندما دخل البيت ذكر الله. وإذا ذكر الله على طعامه قال أيضا لا طعام لكم. ولكنه لو أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله للبيت ولم يذكر الله عند طعامه، فيقول الشيطان لأتباعه قد حصل لكم المبيت وحصل لكم الطعام، فيأكل الشيطان معه في طعامه. فهذه الأمور هي اعتقادات قلبية، يجب على المسلم أن يتنبه إلى خطر مثل هذه الأمور. كذلك أيضا هناك من يضع الإسورة، هناك أساور يبيعونها يقولون أنها تنفع للأمراض وللروماتيزم وغيرها، ولكن حقيقة هذه الأساور أنها توضع أو يضعها البعض لا يعتقدون فيها أنها لشفاء الأمراض، ولكن للأسف بعدما تحققنا من الأمر وجدنا أن بعضهم يعتقد فيها وأنها تنفعه وتضره وأنها تصرف عنه الشر. ولذلك يبتلى البعض عندما ينسى هذه القلائل وهذه التمائم، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يصاب بأمر من أمور الدنيا فيظن أنه أصيب بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يلبس هذه القلادة، وهذا غير صحيح، وهذا هو ابتلاء أحيانا. أيضا هذا الابتلاء واختبار من الله لعبده، فعلى المؤمن أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. إذن أنواع الذكر، هناك ذكر أولا باللسان، وذكر بالجوارح، وذكر بالقلب. فقلنا أن الذكر بالقلب هو يأتي بالتفكر في آيات الله وفي محبته وفي تعظيمه وفي الإنابة إليه والخوف منه والتوكل عليه، وأيضا كذلك الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل من أهم الأمور المتعلقة بالعبادة القلبية. الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا كان هباء منثورا؟ لأنه لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أشرك العبد في أي عبادة من العبادات ولم يكن مخلصا في عبادته لله فإن عمله حابط. لذلك حذر الله نبيه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وحذر الأنبياء من قبل بأنهم لو أشركوا ولم يخلصوا العبادة لله فإن جميع العمل الذي يعملونه حابط. قال الله تعالى لنبيه ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذلك جميع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشرك مع الله أحدا لا في دعاء ولا في أي عمل يعمله. ولذلك من أخطر الأمور التي يقع فيها الكثير من الناس هو الرياء. الرياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرك الأصغر، عندما سئل عن الشرك الأصغر قال هو الرياء. والرياء أن يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، مثل ما يفعل البعض ونراهم الآن يقوم بتصوير نفسه أثناء العبادة، أثناء الطواف، أثناء العمرة، ويرسلها إلى أقاربه وإلى أصدقائه، ثم أيضا يصور نفسه وهو يبكي وهو خاشع لله. كل هذا من الرياء، وكل هذا محبط أيضا للعمل، فإن عمله إنما جعله لمن أراد أن يرائي عنده لهؤلاء الناس، فهو ليس خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كان العمل أخفى كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أقرب أو أي أعظم العمل أسمع، مقصود السؤال أسمع أي أقرب إلى الله وأحرى للإجابة. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أسمع أي أقرب وأي مجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر، وماذا قال؟ ودبر كل صلاة.
إذن جوف الليل الآخر هذا أفضل وهو أسمع. لماذا قال جوف الليل الآخر؟ لأنه أبعد عن الناس، لأنه أبعد عن الناس، فهو في بيته وفي ظلمة الليل والناس نيام، فيقوم لله خالصا، فتكون العبادة ماذا؟ خالصة لله سبحانه وتعالى. فلإخلاص العبادة ولوجودها في هذا الوقت الذي لا يراه فيه أحد، كانت هذه العبادة أسمع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحرى للإجابة. كذلك أيضا في دبر كل صلاة، وقد نبهنا على هذا وننبه مرة أخرى، أن في دبر كل صلاة، أقصد في الصلاة المفروضة، جاء في الحديث الذي ذكرته قال ودبر كل صلاة مفروضة، ودبر كل صلاة مفروضة، المقصود في الدبر ودبر كل شيء هو جزء منه، والمقصود في ذلك أنه في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، فقبل التشهد فقبل السلام وبعد التشهد هذا وقت لإجابة الدعاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فحري بالمؤمن في صلاة الفرض والإمام إذا تشهد وأطال في التشهد وأنت قد أنهيت التشهد فاستغل هذه الفرصة، فهذا هو موضع لإجابة الدعاء، فأكثر من الدعاء بعد أن تنتهي من التشهد وقبل السلام، فأكثر من الدعاء في هذا الوقت. المقصود أننا نقول أن العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ويحذر المؤمن من الرياء، ليحذر من الرياء. إذن هذه الأمور هي متعلقة بالعبادة القلبية، هذا هو نوع من الذكر، والسائل عليه أن يتنبه أن هذا الأمر الذي ذكرناه هو الذي يؤجر عليه المسلم في عبادته القلبية. كل ما ذكرناه سابقا هو متعلق بالعبادة القلبية ويؤجر المسلم عليها، أقول يؤجر المسلم عليها، يؤجر على العبادة القلبية، ولم أقل أنه لم يؤجر عليها، ولكن المسألة الثانية هي متعلقة بالأمر الثاني، وهي العبادة التي تكون بماذا؟ الأذكار التي تكون باللسان، الأذكار التي يجب أن تكون باللسان، ولا تكون ذكرا إلا إذا نطقتها بلسانك. فمن ذلك قراءة القرآن، قراءة القرآن لا تسمى قراءة وأنت لا تحرك شفتيك بالقراءة. إذا كنت تنظر إلى المصحف أو المصحف، إذا كنت تنظر إليه فقط النظر وتقرأ وتتدبر الآيات في نفسك، فهذه لا تسمى قراءة للقرآن، لا تسمى، إنما هو نوع من النوع الأول، وهي عبادة قلبية تؤجر عليها. وكذلك أيضا ما يتعلق بالتسبيح والتهليل وأذكار الصباح وأذكار المساء، وكذلك أذكار النوم، وأيضا دخول الخلاء ودخول البيت، كل هذه أذكار يشترط فيها أن تحرك بها لسانك، فلو لم تحرك بها لسانك فلا تكون ذكرا ولا تعد ذكرا. قبل أن نفصل في هذا الأمر نذكر ما يتعلق بالأذكار، الأذكار التي هي متعلقة بالجوارح، إذن باللسان وبالجوارح وكذلك بالقلب، بالقلب ذكرناه، والآن نقول الأذكار المتعلقة بالجوارح. الأذكار المتعلقة بالجوارح هي المتعلقة بالعبادات كالصلاة والركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والزكاة كذلك والطواف بالبيت والسعي والحج وغيرها من العبادات العملية التي يعملها المسلم، مثل ما ذكرنا الصلاة، فهي أعمال بالجوارح، فهي أيضا نوع من الذكر، هي نوع من الذكر وهي أعمال الجوارح. نأتي إلى المسألة المهمة والتي يخطئ وتشكل على الكثير من الناس، وهي التي تقال باللسان، الأذكار التي تقال باللسان. نقول الأذكار التي تقال باللسان نكرر لا بد فيها من تحريك اللسان، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه، كقراءة القرآن، كأذكار الصباح والمساء، أذكار التحميد والتهليل، كذلك أيضا دخول الخلاء، كل هذه لا بد من تحريك اللسان. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول
عندما سئل عن الشخص الذي يقرأ في صلاته، هذا في الصلاة، في الصلاة إذا قرأ في صلاته لا يسمع أحدا، لا يسمع أحدا ولا يسمع نفسه، يصلي ويقرأ الفاتحة لكنه لا يسمع أحدا ولا يسمع نفسه، يسأل الإمام أحمد يقول ولا يحرك بها لسانا، فهل هذا ذكر؟ قال رحمه الله ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. إذن القراءة في الصلاة لو أنك صليت ولم تحرك لسانك فإنك لا تعد قارئا للقرآن، فنقول لمن عرف الحكم بأن صلاته غير صحيحة فعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ولو أنه في ركعة من الركعات، لو أنه في ركعة من الركعات نسي ولم يقرأ الفاتحة، إنما قرأها سرا ولم يحرك بها لسانه، فتذكر في الركعة الثانية، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ نقول يجب أن يأتي بركعة زائدة من أجل أن الركعة الأولى قد بطلت ولا تصح، فيأتي بركعة من أجل أنه لم يقرأ الفاتحة لأنه لم يحرك لسانه بها. ولو أنه ذكر بعد أن انتهى من صلاته وطال الفصل فنقول عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ولذلك لما سئل أيضا عندما جاء أيضا عن الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع ذكر أمرا متعلقا أيضا بتحريك اللسان، قال القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان، أي قراءة القرآن لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف. يقول ألا ترى انظروا هذا مسلم عند أهل العلم وعند العلماء، قال ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. يقول وهذا مسلم عند أهل العلم، يقول ألا ترى، يعني هذا مسلم، ألا ترى، يقول أنه أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. وكذا قال وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن، حلف أن لا يقرأ سورة من القرآن، قال فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث في حلفه. لماذا؟ لأنه لا يعد قارئا لأنه لم يحرك لسانه. ويدل على ذلك أيضا أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه عندما سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن، قال عليه الصلاة والسلام لا ولا آية، أي لا يقرأ الجنب القرآن. قال أيضا رحمه الله قال العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان، قالوا وأجازوا للجنب أن ينظر في المصحف ويقرأ القرآن بالقلب دون حركة اللسان. انظروا، يقصد رحمه الله أن الجنب عندما ينظر إلى المصحف وينظر إلى الآيات ويتدبر بها في قلبه لا يعد قارئا للقرآن ولا يحرم عليه قراءة القرآن. هذا يدل على الفرق بين الأمرين، وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة للقرآن. أيضا القراءة أيها الإخوة لا بد أن تكون باللسان، قراءة القرآن وكذلك القراءة في أيضا في الصلاة، في التسبيح، في السجود، في التشهد، لا بد أن تكون باللسان ولا يجزئه ذلك في صلاته، وكذلك أيضا في سائر الأذكار يجب أن تكون. ولذلك أؤكد أمرا، أن أكدنا على قضية ما هو متعلق بتحريك اللسان، هذا كما ذكرت أنه يؤجر على تحريكه للسانه، ولكن الأكمل والأفضل هو أن يكون أيضا يتوافق قراءته باللسان مع أيضا تدبر الآيات بالقلب، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب وهذا هو الأكمل في ذلك. إذن لعل الأمر يكون واضح الآن في أنواع الذكر، الأمر لعله واضح في أنواع الذكر والمتعلقة بالذكر، فهذه الأمور مهمة لنا جميعا وخاصة من يقرأ القرآن، ونراهم كثيرا مجرد النظر في المصحف
ينظر إليه ولا يحرك لسانه فليتنبه إلى هذا الأمر. طيب، لعلنا يكفينا في هذه الجلسة بيان مثل هذا الأمر، وهو أمر مهم حتى تركزوا فيه، حتى لو أن دخلنا في موضوع ثاني ربما أيضا ندخل في إشكال آخر. لكن لعلي قبل في ختام هذه الجلسة أبين أيضا معنى مهم جدا ما يتعلق في الآية التي نحن في صددها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لعلي أبين أيضا معنى الوجل. معنى الوجل، ذكرت أن الوجل هو المقصود في هذه الآية، هو مشوب بالخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن هناك وجل ذكر في القرآن وهو الخوف، وهو الخوف. كما أيضا عندما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام حين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى قوم لوط، وأيضا أرادوا أن يبشروه، أيضا جاءوا بالبشارة كما في قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، انظروا ونبئهم أي ذكرهم بهذا الأمر. في هذه الآيات عندما تأتي بعض العبارات فيها تذكير، وفيها أيضا نوع من أن نتنبه إلى أن الآيات التي ستأتي أنها مهمة للمسلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذن السلام هذا مهم أيضا في الدخول. قال: فقالوا سلاما، الذين قالوا هم الملائكة، فقالوا سلاما قال: إنا منكم وجلون. إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل، قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الشاهد في هذه الآية أنه قال: إنا منكم وجلون. إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل. نقول أن التفسير أيها الإخوة، التفسير يكون بعدة الأمور: إما أن يفسر القرآن بالقرآن، يفسر بعضه بعضا، أو أن يفسر القرآن بالسنة كما جاء في الأحاديث، أو أن يفسر القرآن أيضا بالشواهد وبالمعاني من أقوال السلف ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم مما أخذ من بني إسرائيل، فحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الأمر أيضا متعلق بالتفسير. فهذه الآية فسرت بآية أخرى. في هذه الآية قال الله تعالى على لسان إبراهيم، قال: إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل. في آية أخرى في سورة هود قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، في نفس القصة، قالوا سلاما، قال سلام. فلما لبث أن جاء بعجل حنيد، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قال: وأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. هذا المعنى هو فسر المعنى السابق، قال: إنا منكم وجلون، قال هنا: وأوجس منهم خيفة. معنى ذلك: إنا منكم وجلون أي خائفون، قالوا لا توجل أي لا تخف. وهنا جاء المعنى في تفسير الآية الأخرى: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وقد جاءت الملائكة من أجل أيضا عذاب قوم لوط، ولوط أيضا هو عمه إبراهيم، إبراهيم عم لوط، فسأل الملائكة عن سبب ذهابهم لقوم لوط. أما الخوف في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا أقول: لو أنك في مجلس من المجالس وسمعت في هذا المجلس ذكر لشخص أنت تحبه وتقدره وتعزه، فإذا ذكر هذا الشخص في هذا المجلس فتجد أن قلبك ينبض، القلب يتغير، والنفس أحيانا يشتد، وتشعر أيضا بشوق عندما يذكر هذا الاسم، ويكون هذا الشوق أيضا مختلط أيضا عندما يذكر. كذلك أيضا الأم
عندما يكون ابنها غائب عنها لفترة طويلة فيذكر الولد، فتحس هذه الأم أيضا بهذا الشعور، هذا الشعور المختلط وهذا الشوق المختلط، هذا يتسلل إلى الجسد عند ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الوجل لا يتنافى أيضا مع الخوف ولا يتنافى مع الطمأنينة. ولذلك جاء في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا المعنى أيضا يفسر أيضا بآية أخرى، نفسر القرآن بالقرآن، جاء في قوله تعالى، وهذا المعنى واضح وجلي يوضح هذا المعنى. المقصود هنا أن الوجل، أن الوجل يأتي بعده الطمأنينة في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا جاء في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل يكون مقدمة للإطمئنان، الوجل يكون مقدمة للإطمئنان، فإذا ذكر الله وجل القلب ثم بعد ذلك تأتي الطمأنينة. أين التفسير لهذا المعنى في القرآن؟ في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه، ماذا؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن هذه القشعريرة هي الوجل. هنا قال: الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ثم تلين جلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين هنا الإطمئنان. إذن نقول الوجل هو مقدمة للطمأنينة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.